أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. رمضان كريم نتمنى للجميع، كل عام وأنتم بخير. نهار اليوم ارتفعت قليلا درجات الحرارة، سادت أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، بينما كانت دافئة في باقي مناطق المملكة. خلال الأيام القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل متتالي لتسود أجواء ربيعية ودافئة في أغلب المناطق. نتحدث الآن عن توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية 9 درجات مئوية ملموسة، أيضا 9، الرطوبة مرتفعة 86%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد طقس صافي 22-14، عجلون 20-14، جرش 23-15، أما المفرق 23-13 درجة مئوية، ارتفاعات واضحة لدرجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم. المنطقة الوسطى الزرقاء 24-15، البلقاء 20-14، عمان 21-13، مأدبة 22-14، أما البحر الميت 28-20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 23-14، الطفيلة 22-13، الشوبك 19-12، أما معان 25-12، والعقبة طقس صافي وحار نسبيا 30-20 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق طقس صافي 27-15، الصفاوي 26-13، أما رويشد 25-14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.